إذاعة سلطنة عمان تقدم طبعا بديت القراءة لما كنت صغير. والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ. لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب. إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه، يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان. نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة. يعني الشخص يستخدم أقرب وقت للحاجة، لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر. في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها. لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل. القارئ الصغير، القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة، العاشقة للقراءة. يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم سليمان بن علي المعمري. القارئ الصغير، إخراج أمينة بنت ناصر العامرية. القارئ الصغير، القارئ الصغير. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا إلى هذا اللقاء اليومي مع القراء الواعدين. قارئتنا في حلقة اليوم هي أمل بنت عبد الله الهوتي، البالغة من العمر 17 سنة. أمل طالبة بمدرسة نسيبة بنت كعب بالسيب، تهوى القراءة لا سيما كتب الخيال العلمي والقصص الاجتماعية، وتتمنى أن تصبح سفيرة. القارئ الصغير. مرحبا أمل. مرحبا، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. عمرك 17 سنة؟ أيوة. وفي الصف الثاني عشر الآن؟ أيوة، اللي هو آخر صف يعني. أيوة. وإن شاء الله بتروحين وين بعدين؟ إن شاء الله بعثة برا. تتمنى تكون في بعثة خارجية. أيوة. بنتكلم عنها بعدين، لكن خلينا أول شيء نتكلم عن القراءة. من متى بديت أو تعرفت على القراءة؟ من الصف الأول تقريبا. الصف الأول. أيوة. كان عمرك يعني 6 سنوات. أيوة. تتذكري إيش أول أشياء قرأتيها؟ كتب، يعني كتب الأطفال مثل سندريلا وسليبينج بيوتي. أها، كنت تستمتعين بهم؟ أيوة. وبعدين إيش صرت تقرين لما كبرت شوية؟ الخيال العلمي والقصص الاجتماعية والبوليسية. أها، إيش القصص الخيال العلمي اللي تتذكريها؟ آخر قصة قرأتها كانت المصعد رقم 7. المصعد رقم 7 لمن؟ وائل الرداد. عن إيش تكلم هالكتاب؟ كان عن بنت توفى والدها، فكان هو صاحب شركة أعمال، فلما توفى هي استلمت الشغل، وكان في الشركة من ضمن المصاعد الموجودة كان في مصعد شبه مهجور ما حد يستخدمه، فهي راحت عشان تكتشف المصعد وتنتقل، يعني الهدفها أنها تنتقل من طابق لطابق آخر، بس هو نقلها من عالمها لعالم آخر. المصعد. أيوة. وين هذا العالم؟ عالم غريب، في يعني في كله مجرمين، وكل ما تحاول تنتقل من عالم تروح لعالم ثاني. مثلا في انتقلت من هذاك العالم فراحت عالم كل شيء فيه أشياء غالية، يعني حتى الماي يكون يعني سعره غالي. بعدين راحت لعالم آخر فكان فيه حتى الحيوانات تتكلم، ولكن يعني الكتاب نهايته ما في له نهاية. يعني بعد ما قالوا إنه وصلت لعالمها أو شيء. آه، جميل، واستمتعت بها هذه القصة. أيوة. وإيش بعد من القصص اللي قرأتيها؟ قرأت كتاب جين آير للمؤلفة شارلوت. شارلوت برونتي. أيوة، شارلوت برونتي. وقرأت كتاب The Fault in Our Stars اللي هو الخطأ في نجومنا للمؤلف جون جرين. عن إيش هذا الكتاب جون جرين؟ عن بنت
كان عمرها 15 سنة، وكانت يعني فيها مريضة فيها سرطان، فكانت يعني بائسة، حياتها يعني كان ما لها معنى. فأمها كانت يعني دائما تقولها أنها تروح مجموعة نفسية عشان يعني يتكلموا مع بعض، وكلهم كانوا في يعني في المجموعة يعني فيهم نفس المرض، يعني كلهم فيهم سرطان بس أنواع مختلفة. يعني مجموعة كلها مصابة بهذا المرض. أيوة. كل واحد يخفف عن الثاني. أيوة. جميل. وأيضا أنت من الكتب اللي قرأتيها قلتي لي كتاب جين إير. أيوة. عن إيش هذا يتكلم؟ كانت يتكلم عن بنت أمها وأبوها متوفين، فكانت تعيش مع عمها، وزوجة عمها ما يعني ما تحبها وما تعاملها زين، ونفس الشيء أولاد عمها وبنات عمها. فلما توفى عمها نقلتها زوجة عمها لمدرسة داخلية، وكانت يعني كل شيء غريب عليها، ما تعرف حد وما تكلم حد لين كبرت. بعد ما تكبرت يعني طلعت من المدرسة، بس بعدين رجعت لها مرة ثانية عشان تشتغل وتكون معلمة. فلما طلعت من المدرسة يعني استقالت، يعني حياتها صارت يعني غير، فراحت تشتغل خادمة عند واحد، بعدين تزوجت. جميل. أنت أيضا خبرتني والدتك أنك كنت يعني تعملين في المسرح أو تمثلين مسرح في السنة الماضية؟ السنة قبل الماضية. قبل الماضي. إيش تعمل في المسرح بالضبط؟ كنت أنا المشرفة على المسرح، وكنت يعني أدرب الطلاب عشان المسرحيات وأحلى عيد الوطني وكذا. يعني مثل مخرجة مثلا؟ أيوة تقريبا. جميل. سنوات اللي بعديها ما أخرجت مسرحيات؟ لا، لأني انتقلت من المدرسة اللي كنت فيها إلى مدرسة ثانية. أيوة. تمام. قبل شوية قلتي لي إنك تتمني تروحي بعثة خارجية. أيوة. وين بالضبط تتمني تروحي؟ المملكة المتحدة. ليش يعني بالذات المملكة المتحدة؟ ما لسبب معي، بس أحب الدولة. تحبين بريطانيا؟ أيوة. وإيش أنت ناوية تدرس هناك؟ ناوية أدرس علوم سياسية. أها. على الطاري إذن خليني أسألك عن الأمنية، أنا لأن أعرفها قبل التسجيل. إيش أمنيتك تصبحي لما تكبري؟ سفيرة. عشان كذا تدرسين علوم سياسية. أيوة. انت تتمنين تكونين سفيرة لأنك دبلوماسية؟ أيوة نص نص يعني. يعني في المدرسة كيف انت دبلوماسية ولا كذا يعني ضاربين وكذا؟ لا ما ضارب. زين. وإيش بتعمل عشان تحقق هذه الأمنية؟ أبذل كل اللي أقدر له، وأجتهد في دراستي عشان أحقق اللي أريده. أنت حاليا في العلمي ولا في الأدبي؟ في العلمي. إيش المواد اللي شاطرة فيها؟ إنجليش أكثر شيء. اللغة الإنجليزية. أيوه. عشان كذا تتمنى تروح بريطانيا. أيوه. أنا يعني مهد اللغة الإنجليزية. أيوه. وعلى ذا الطاري أنت قرأت كتب اللغة الإنجليزية؟ أيوه قرأت. جين إير؟ جين إير و The Fault in Our Stars قريته بالإنجليش، وشفت الفيلم ماله. أها. جميل. وإن شاء الله هناك بتواصلين القراءة باللغة الإنجليزية؟ إن شاء الله. واللغة العربية؟ أقرأ بس أقرأ إنجليش بعد. جميل. طيب خليني أسألك، في المدرسة أنت لك نشاطات معينة غير الإخراج المسرحي؟ يعني تشاركين في الإذاعة المدرسية؟ في الإذاعة ما أشارك. ما تشاركين؟ لا. ما شاركت في مسابقات طيب؟ يمكن كنت في السنوات اللي قبل، بس يعني الحين حاليا ما أتذكر. لا حاليا طبعا مركز أكيد لأنها السنة الأخيرة. أيوة. تحفظين أشعار؟ لا أبدا؟ لا أحب يعني أسمع شعر مازن الهدابي بس ما حافظه. طيب إيش الحكمة اللي تؤمن بيها أو سمعتيها أو قرأتيها في مكان وعجبتك؟ هي حكمة بالإنجليش يعني تقول I'm chasing my dreams into a sky that has no limits، فيما معناه أنه جميل. يعني أنا ألاحق أحلامي أو أسعى لأني أحقق أحلامي في سماء واسعة يعني ما لها حدود. ممتاز. وأنت طبعا أحلامك إن شاء الله تتحقق بإذن الله، وأنت قارئة رائعة يا أمل.
بقي فقط أن أشكرك على هذا الحوار الجميل معك. شكرا جزيلا لك أمل بنت عبد الله الهوتي، الطالبة بمدرسة نسيبة بنت كعب، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا. العفو. القارئ الصغير، القارئ الصغير، مع تحيات سليمان المعمري وأمين العامرية. القارئ الصغير.